حاجه في حياتكم. اتفضلوا. سلام، العمار حلو برضو يا باشا، بقالنا شهر متدمرين. ما تخلينا هنا كام يوم كده؟ هو يوم واحد اللي هنقعده وهنرجع على مصر. هناك بقى بتصرمح في الاماكن اللي انت تعرفها. مش عايزين نلفت النظر، عايزين نخش بهدوء من غير ما حد يحس بينا. يلا هاتوا الشنط. فضلك الأستاذ ريمون موجود؟ إيه موجود، حالا بنبعت نجيبه. قفشتي. بسم الله ما شاء الله، ده بنسيون شرح قوي. أنا مش فاهم إيه الأوتيل الغريب ده؟ بيرة في أوتيل؟ حاجة عجيبة، حاجة عجيبة. اتفضلوا اتفضلوا يا شباب، اتفضلوا. يلا اتفضلوا. ايه البيرة اللي في الاوتيلات دي؟ أنا مش فاهم. بيرة في اوتيل؟ حاجة عجيبة. يلا هتصنع. هي بيرة، ده اوتيل زبالة. بيرة يا ميت. اهلا وسهلا بالاستاذ ناجي. يا مرحبا، تفضل. يا مرحبا على الاستاذ، يا نورة الشام. يا اهلا يا اهلا يا ميت. اهلا وسهلا. يا مرحبا يا ميت. اهلا وسهلا. وعندنا هون بالطابق الاول احسن صالون بكل الشام، يلي بده يعمل مينيكير بيديكير، يلي بده يعمل مساج ساونا بخار، يلي بده يتكيس. هو ابو القاسم قال لك تكيسنا برضه؟ على العموم احنا مكيسين جاهزين. وعندي انا هون مطعم على المسبح بياخد العقل. هو ده الكلام يا باشا، احسن الجوع هبقى على الواحد هبقى وحشه خالص. عندي اكلات طيبه بكل الشام ما في منها. سجقات، فتات، خاعات، بيض غنم. ايه
بيض غنم. هو الغنم عندكم بيبيض ريمون؟ يا ماشي بيك. طب ما تقول كده. وعندنا ديسكوتيك تحت، ما في اخوه بكل الشام يا استاذ. واذا حبيت في كل مره تحت بتفك مشنوق. فك ايش؟ بتفك مشنوق. عندنا روسيات، اوكرانيات، بيلاروسيات، من جميع الجنسيات. هو ابو القاسم قال لك ايه عني بالظبط؟ احنا جايين هنا ليله وراجعين على مصر على طول. اسف ما بعرف. لازم الواحد يكون عربي قومي. شيلك من الديسكو، بعتذر منك. اما عندي مطعم هون عربي اصيل اسمه الف ليله وليله، في كل رقاصه يا استاذ بتفك مشنوق هي عم ترقص. فكك انت بقى من المواضيع دي كلها، احنا هنقعد في الاوض نستنى ابو القاسم. ما حدش هيروح هنا ولا هنا، احنا لا بتوع رقص ولا بتوع ديسكوهات. ها احنا يا دوب يعني نجرب بيضات الغنم دي. على راحتك استاذ. هذا السويت تبعك وهي غرف الشباب، الدور كله لكم من بابه، ما في حدا غريب. تفضل شوف. تفضل ناجي بيك يا ميت. اهلا وسهلا. ليش تعزي حالك؟ انا بحط لك شنطتي عندي بالمستودع، انا ما عندي مانع. انت ناوي تبات معانا هنا؟ اسف استاذ بس ابو القاسم. خلاص يا ريمون، خلاص. ابو القاسم كرهتني في ابو القاسم. انا اسف استاذ، اذا بدك شيء رن صغير على الريسبشن وبتلاقيني قدامك هون، وهي مفتاح غرف الشباب. خاطركم. شوف ياض، انت غوّم، احنا قاعدين هنا ليلة وراجعين على مصر بكرة، مش عايز مشاكل.